طيب محمود، كلمنا كده عن نسبة الإقبال المفروض معاكم عاملة ازاي؟ يعني نسبة كبيرة ولا هو الابلكيشن ده حاليا شوية؟ احنا لسه ما بدأناش فيه انطلاقة قوية يعني، بس هو الابلكيشنات اللي فاتت ان شاء الله مبشرة بالخير يعني، الحمد لله يعني. احنا عندنا ابلكيشن اسمه فيروس ميتر، او هو موقع اكتر يعني. أيوه. الابلكيشن موجود وكل حاجة، بس التفاعل الناس بيبقى على الموقع اكتر. بيبقى بيعرض احصائيات الفيروس كورونا في كل الدول، بيعرض الاخبار، وفي برضو جزء للشائعات، لو في اي شائعات طلعت احنا بنحاول ان احنا نقول دي شائعه بتصححوها يعني، بتصححها وما تسمعش الكلام. معلوماتكم معتمده على ايه اكتر؟ في الاحصائيات مثلا منظمه الصحه العالميه، تمام. في مواقع برضو عالميه كبيره يعني بدون ذكر اسماء. في الاخبار في برضو قنوات وصحف بدون ذكر اسماء يعني، برضو بناخد منها اللي احنا بنبقى متاكدين منها 100%. وطبعا بيبقى في عندنا التيم طبعا بيفلتر الحاجات دي كويس قوي يعني قبل ما يحطها على على الموقع. برضو في جزء الفيديوهات برضو مثلا بتنزل للناس، بعيدا عن الفيديوهات التوعية بتاعت اسماء يعني، انا بتكلم عن فيديوهات مثلا واحد متعافي بيحكي قصه يعني الفيروس مثلا في جسمه، مدخل في جسمه عمل ايه مش عارف. في مثلا خبر معين بالتفصيل احنا برضو بنجيبه عندنا كفيديو يعني، عشان بجد توصل للناس اسرع شويه.